أكثر من عامين مضيا ولا جديد في الكشف عن المسؤولين عن انفجار بيروت. لا تعكس الإجراءات الحكومية بحسب أهالي الضحايا والمتضررين فداحة ما لحق بالعاصمة اللبنانية وبأهلها، خصوصاً مع كشف مساع لتعيين قاض ثان لمباشرة التحقيقات، في وقت يتعرض المحقق العدلي طارق بيطار إلى ضغوط لتجميد نشاطه من أطراف سياسية تريد إفلات المسؤولين عن الانفجار من العقاب. يعني كان يفرض أن يسمح للقاضي بيطار أن يستأنف عمله ويبط إخلاءات السبيل ويستكمل التحقيق. اليوم يعين محقق عدلي جديد يبط بإخلاءات السبيل، يخلي سبيل الموقوفين ويبقى التحقيق مجمد، وبالتالي هذا نحر متعمد للتحقيق بملف المرفأ. قرار تحويل القاضي البيطار للبت في طلبات الإخلاء عن المعتقلين في السجون أثار حفيظة أهالي الضحايا الذين اعتبروه محاولة جديدة لتعطيل العدالة. هذه مجرد طريقة جديدة لتعطيل العدالة، إنه جزء صغير من سيناريو مضحك بدأ قبل عامين. لا أسمي ما جرى انفجار، أنا أسميه إبادة جماعية ضد الأبرياء. نحن مع هؤلاء الأبرياء أيضا داخل السجن، ولكن يحق لنا أيضا أن نكون على رأس قائمة العدالة ليبدأوا بنا، وبعد ذلك يمكنهم المضي قدما مع من يريدون. إنهم مجرمون، إنهم مجرمو حرب. ورغم أحقية المطالب بإطلاق سراح السجناء واقتراح إصدار عفو عام في لبنان، تبقى مسألة اختيار القاضي البيطار للبت فيه وتعطيل قضية التحقيق بانفجار بيروت سابقة خطيرة بحسب حقوقيين. بيطار أصبح محور انتقادات من زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله، الذي وصف تحقيقه بالخطأ الكبير والمتحيز وطالب بعزله، ويبدو أن حلفائه استجابوا للمرة الثانية، حيث أجبر قبله القاضي فادي صوان على ترك منصبه بعد شكاوى تقدم بها وزيران بحكومة حسان دياب. وإذا تكرر الأمر نفسه مع بيطار، فقد تكون تلك الضربة النهائية للتحقيق.